صباح الخير، صباح النور، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا جدا جدا، قلنا نبتدي بيها عشان يبقى صباحكم ان شاء الله بإذن الله مشرق. حلقتنا النهاردة وضيفنا النهاردة ضيف مهم جدا جدا، هو موسيقار الأجيال في نظري، موسيقار السعادة، موسيقار الحب والفن والإحساس. معانا النهاردة الموسيقار الأستاذ حلمي بكر. بالراحة بحضرتك يا فندم. أهلا، منورتنا جدا والله. أهلا بك. انا معانا كده حاجه نبص عليها الاول، لا هنعليها حاجه نشوفها الاول وبعد كده ان اوكي بقى. دي اقل حاجه في الهيستوري بتاع حضرتك. لا شكرا، دي اقل حاجه فعلا. شكراً. بجد الهيستوري بتاع حضرتك. شكراً. عندي فضول تام اعرف من حضرتك، لما الفنانه الكبيره الست ام كلثوم طلبت ان انت تلحن لها كان احساسك ايه؟ السيده ام كلثوم، هذكر في بداياتي كان في بعض نماذج ملحنين مشرفين جدا في عالم زي عمار الشريعي. عمار الشريعي يعتبر ابني لان اشتغل معي 12 سنه كعازف، وكذلك معظم الملحنين اللي انا اعتمدتهم بعد كده فيما بعد وبقوا نجوم تلحين، لان انا من صغري كنت عضو لجنه السماع من ايام ما كان بابا شار رئيس الاذاعه. شوف بقى ارجع، كنت انت لسه ما اتولدتش اكيد طبعا. فلغايه لما السيده ام كلثوم صرحت في جريده الاهرام مع فتح ابو الفضل وقالت في اتنين ملحنين جداد هغني لهم، عبد المنعم الحريري والملحن الصغير الشاب حلمي بكر. كنت لسه في بداياتي وكان ليا نماذج، كان الاستاذ عباد مسميها بطل الجنان. كان احساسك كان ايه؟ كان يقول لي بطل الجنان. بطل. حتى مستشار الموسيقى والغناء الشجاعي لما جابني ورحت مع ورده قال لي انا عايزك ملحن، قال له تبطل العفريت اللي انت بتحطها في المزيكا، الاغنيه دي اللي انت هتعملها عايز اللازمه ما بين الكوبليه وكوبليه نوته. فصل قال لي هي كده وعلم حلم وعملت ده. ثم تلاها باعمال كتيره جدا وضحك ضحكته اللي كان يحط ايده هنا كده. وجيت دخلت في يوم قال لي تطفح ايه؟ قلت له مش عايز. قال له ليمون. يا واد خد بالك من نفسك. هو مع الايام من رشحني اول ملحنين كمال الطويل ايام الثلاثيه، قال لها في ولد اسمه البكر يا ريت تسمعيه، عدى ثم مؤلفين ثم مامون الشناوي ثم الى ان جاء رياض السنباطي بعد الاطلال. وكان السبب في صلح السيده ام كلثوم ورياض السنباطي عبد الوهاب محمد، هو اللي تسبب في الصلح بينهم. هم قاعدين في لحظه تجلي وام كلثوم كانت سعيده جدا وبتكلم بنقش اغنيه. فقال لها يا ست، قالت له نعم. قال لها ما انشي لو انت تصطلحي. كان في مشاكل بينهم ده سنين سنين، وكانت عشان الاجر. فاطلبوا يا عبد الوهاب، طلبوا لان كان استاذ رياض السنباطي معاه اغاني عبد الوهاب محمد حكايه المنديل لشهرزاد. طلبوا تليفون السيده ام كلثوم، رهيب صوته عالي جدا. فهو قال له استاذ رياض، قال له يا عبد الوهاب ازيك، انا خلصت اغنيه ما شاء الله، تعالى احضر التسجيل. قال له انا طالبك في حاجه ثانيه، ما انش الاوان انت والست. قال له ما تجيبليش سيره الست. قال له ادهوني. فخدت تليفون قالت له الو يا رياض. قال لها نعم. حضرتك كنت موجود وشايف الموقف ده؟ لا ما كنتش موجود. يعني اتحكى لك عبد الوهاب محمد لما جينا، لان عبد الوهاب ما فارقناش بعض احنا الاثنين. ولا سبت وظيفتي كمدرس وساب وظيفته في شركه شيري. فبيحكي لي الحادثه، قال لي يا حلمي لو انت قاعد، كنت لسه انا كنت قابل السيده ام كلثوم ازاي؟ انا هقول لك حصل ايه. فالمهم قالت له البس وتعالى. قال لها حاضر يا فندم. مع ان تدخلوا ناس كتيره جدا، انما حس ان هي ممكن تكون سمعت اللفظ. فقال لها حاضر. لبس طربوشه القصير وعوده تحت باطه وراح. قالت له عامل ايه رياض جديد؟ قال لها الاطلال. بعد ما حافظت وقالوا وقعدوا ياخدوا يده بتاع، قال لها انا عايزك دوري على الواد اللي اسمه حلمي بكر هاتيه. قلت له الله، ده كلمني عليه اكثر ملحنين. من اكثر من كذا شخص ومؤلفين، وانا اتكلمت عنه زمان وكنت ناسيه. يا عبد الله بتعرفه؟ قال لها ده حبيبي. قلت له اطلبه. فبيطلبني، كنت انا في امريكا ما كنتش هنا. اول ما جيت وكنت عنده في البيت، قال على فكره ست ام كلثوم كانت عايزاك، زي ما تقول لي مثلا ايه الراسي عايزك. فضحكت وقعد مش مصدق. وقعد مالي في ريكوردر كده وبتاع،
وشو قال لي خد قلت له يا اختي قالت لي اخرس يا قليل الادب روح طلع من التليفون حضرتك مش مصدق اصلا انا فاكر بيهزر وبيضحك فقالت له دونا مربيه فالو قالت الله جرى لك ايه على الله ما كنتش الحانك زي اخلاق دي اول لقاءاتنا تليفونيه اول حاجه خالص بينك وبين اول لقاءاتنا قالت لي يا واد في كلام على الاستاذ ابو محمد اغنيه عن الملل اتنين بيحبوا بعض وفرقوا بعض من غير ما حد يغلط في التاني اللي هي المنزونيه في الحياه جميل. الغراميه الزمن الجميل والاغنيه الثانيه ما عندكش فكره هواك قد ايه بيملى حياتي هنا قد ايه ما عندكش فكره قلت لها الثانيه قالت لي يا واد الشطره طويله قلت لها دي قالت لي تشتغل ما حدش يسمعك ما حدش يسمع اللي انت بتعمله قعدت شهر فقلت له يا استاذ ابو وهاب نعم الملحن المجنون بتاعك فين ما اشتغلش ليه خليه يكلمني دي الضربة التانية بقى فكلمني قال لي خد النمرة اطلب الست قلت له اطلب مين قلت له انا اذا كنت التليفون وقع من ايدي اكلمها ازاي قال لي والله مستنيك طلبت ردت اختها فدتني الست قالت لي يا واد ما اشتغلتش ليه قلت لها يا فندم كل ما احط كلام واشتغل واعرف بحضرتك قدامي بترعب وبخاف قالت لي يا واد انت مش لحنت الوردة ونجاة وفايزة وكل دول اعتبرني واحدة زيهم ده بقى تعظيم سلام العظمه دي كلها هنا نفسيا هديت نزلت لي وقالت لي اعتبرني واحده زيهم هنا نفسيا هديت بقى دي تاني جمله انا قفلت التليفون تك عملت المازم رحت طالبها قلت لها هو انت تغيب وهتعرفني كل شويه قلت لها يا فندم ونسيني فسمعتها المازم ما قالت لي هي قالت هي وانا لقيت نفسي وقعت قلت لي قول تاني فقلت تاني قلت لي وانا فاكر هي قول تاني فقلت تاني قلت لي حلو يا واد انا راح رايحه رحله علاج اول ما ارجع هنعمل جلسات عمل مخلوق ما يسمعش وماتت هي بره وجابوها حطوها في العنايه المركزه وخافوا يقولوا انها ماتت لا تحصل هيصه انت عارف عبد الحليم حصل بتاع فسربوا الخبر لغايه لما وصل للناس كانت توفت خارج مصر امال هو هنا واخد الخبر يعني مسافر تعبانه المهم قعدت سنه الاغنيه عندي وبعدين في عيد جواز احمد فتحي حسن كان كل المنشاد يا ورده وكله موجود وانا ماسك العود فبرحت مغني الاغنيه كان معايا وجد الحكيم فشادت لي وادي حلمي قلت له نعم قلت له انا هقول له اغنيه دي طلع حاضر شويه ورده وانا بغني في الفصل جه قالت لي حلمي هنفطر بكره سوا وجد قال لي قوم القعده بقت ظلمه الصبح الساعه 6 ورده ما نامتش لقيت السواق جاي لي ست ورده بعتاني وبتاع انا ما بنامش قبل 7-8 انا بصلي الفجر لازم نايم المهم لبست ورحت الورده وقعدت احفظ وكان الجديد في الاغنيه البازانوفا في حبيبي حياتي وجودك بيملى عليا الوجود ده عملتها فكره الترا مودرن بازانوفا ورحت قلبها شرقي ده الجهن الجديد بالنسبه وبعدين الطريقه التقليديه المتطورة في استخدام المقام الشرقي اللي ما عندكش فكرة الدخول اللي بتغني وردة ده وطلعت الأغنية بصوت وردة وده كان أول وآخر لقاء مع سيدة أم كلثوم حضرتك اكتشفت مواهب كتير طبعا معروف عن حضرتك إن حضرتك دايما بتكتشف مواهب كتير أقرب حد لقلبك اكتشفته كان مين؟ كلهم مش هقول لك كلهم أولادي لا يمكن بس حشاور أكيد في حد أقرب لا يمكن حشاور لحد وشاور غلط ليه؟ لأني أنا كمسؤول لجنة الاستماع بسمع الأصوات بيعجبني صوت بحس إن في صوت مرتبك بس عنده جملة حلوة بس عنده حاجة ده بالذات أفك له طبعا لما بيقف قدام لجنة قيمة وقامة فأكيد ما بيبقاش على حرقة يعني واخد هقول لك حاجة احترامنا للجملة الموسيقية بكبر الملحن وحضرتك عندك ودن اكيد بتفهم هو ده عارف ده عندك وبعدين عشرت مين انا في يوم من الايام كنت بشوف عبد الوهاب لما شفته في فيلم غزل البنات وهو بيقول عاشق الروح سرحت وانا كنت في الفيلم العرض كان فيه انور وجدي وليلى مراد ويوسف فؤاد وعبد الوهاب عمالقه ففي سلم استوديو مصر كانت قبل ما كان بيتغير اسمها وحضرت ده كله وطلعت والدي كلمني وانا طفل لاني مبهور قلت له الاغنيه اللي قالها الاستاذه بابا عاشق الروح دي مش طبيعيه وعشق الروح ملوش اخ لكن عشق الجسد فين ايه الكتابه اللي كتبها حسين السيد وايه اللي قاله عباب اللي هو معيشه النهارده الاغنيه بقالها كام سنه سنين
حاجة يعني في 48 49 سنين الفيلم سنين لغاية دلوقتي عايش. وكل ما تتذاع تكبر وكل ما تتقال الشباب يحفظها. حقيقي. فالجيل ده علمنا، ولما علمنا احترمناه، ولما احترمنا اعماله احترمتنا وقدمتنا في ان احنا نطور هذه الاعمال او نضيف اليها من غير اضافة. لا ما ينفع. صح صح. هذا المثل طبعا المثل الاعلى عبد الوهاب. لا في اللي حضرتك اكتشفتهم. في اللي اكتشفتهم مين اقرب شخصية؟ اقرب صوت ليا مدحت صالح. مدحت صالح انا اللي سميته مدحت. هو اسمه الحقيقي كان اسمه محمد. اسمه محمد. سميته مدحت صالح. وفي الاستوديو دي معلومه ممكن الساده مش عارفين اول مره يعرفوها. كل يوم احنا قاعدين مروح اقول له يا بابا انا مروح، اقول له 2 جنيه مصروف وعندي بصور صغير وقاعد جنب ايمان الطوخي والعزبي وانا واحنا قاعدين في بيت. فمدحت الى الان يكافح ويحارب ويغني، وعشان يكبر عمل الحان لي والالحان علقت، ولكن حب يقول لهم ان انا قادر على ان انا اقول للجيل الجديد احييه واغني له. فغنى القنديل. حد يقدر يغني القنديل؟ 3 سلامات والحاجات. فمدحت جريء رغم ان الطبقات مختلفه. ده بقى اصلا مش حكايه طبقات، حكايه المساحه الصوتيه تبدا من وتنتهي الى. وما دام تبدا من وتنتهي الى اذا انا اجيد ما بداخل المساحه. فمدحت اكد ده. كذلك علي الحجار. علي الحجار ممتاز جدا جدا. كذلك محمد الحلو ابني بقى ده. ليه؟ لان انا رحت المعهد كنت في محاضرات فكنت بعمل فيلم. اذا في شخصيه قريبه لقلبك قوي. لقيت دمه خفيف ومرح وصوته جميل جدا استاذ محمد الحلو. فشاورت له وطلع غنى هو وسهير رمزي في الفيلم اللي اتعمل. وبعد كده عملنا اعمال مع بعضينا. محمد الحلو رائع. ورغم تقدم السنين الا ان في اصوات بتزداد حلاوه مع السن كبير. وهي ايه بقى؟ انت تبدا بامكانياتك الصوتيه ومقاماتك ثم يمر العمر فتبدا تغني بخبرتك. ودي موجوده في كل ام كلثوم بتغني بخبرتها. لان مش ممكن المساحه الصوتيه في زمن ما هي المساحه الصوتيه في الزمن الذي يليه. اكيد مع كبر السن اكيد الصوت او الحنجره الامكانيه بتاعتها بتقل. فهنا بيشتغلوا على عامل الخبره اكتر من عامل الصوت، ولا بيندمجوا الاثنين مع بعض؟ لا عامل الصوت انت بتاخد بالك. انا في مشكله كانت دارت بتاعت احمد عدويه. احمد عدويه بدا وغنى ونجح وبقى مثال وقدوه لمعظم المطربين الشباب الجيدين ماليش دعوه اللي بيتمسحوا فيه. وبعدين لما حب يرجع الغنى بعد الحاله المرضيه قلت يا ريت احمد عدويه يفكر في اغاني جديده تناسب الناحيه السنيه والصحيه والزمنيه. فاولوه على ان انا بقول يا ريت يبطل. لا انت حضرتك بتفيده. طب انا لما اقول حتى لو انا الزمن بيزوق مش هطلع اقول يا ريت بيتغير. الزمن بيتغير. حاجه اسمها ذوقيه اللي اتعدمت دلوقتي. هو بقى طلع قال اللي عايزه وانا قلت اللي انا عايزه. بس اللي انا عايزه كان هو القاعده والعلم، واللي عايزه هو كان الحسيه والطبطبه، والعبره بالنتيجه مش العبره باللي قلته وقاله. بما ان حضرتك بقى طبعا بتكتشف مواهب معانا شاعر غنائي نفسي حضرتك تسمعه وتقيمه. أو نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ارجو ان تبقوا معنا.